مرحبا بك في حوار صراحة. عايشك. كنت باش تكون موجود في مسلسل صيد الريم، بعد ما خذيت سيناريو قريته وتفاهمت مع المخرج، آخر دقيقة يتم إقصائك. تنجم تقولنا شكون الشخص اللي كان وراء إقصائك وقتها؟ والله ما إلى يوم الناس هذا ما نعرفش شكون وراء الإقصاء. تعرف ما تحبش تقول؟ لا ولا لا، ما عندي حتى مشكلة نقول كان جيت نعرف. تخاف؟ خاف، خوف من ربي سبحانه عز وجل. ولا لا، بالحق كان جيت نعرف والله نقول. ديجا أنا ما سألتش، خاطر وقتها بالطبيعة دور من الأدوار الكبار في المسلسل هذاك، ومسلسل نجاح ياسر، وقعد باش يتأزم، تأزمت على الآخر، بعدك منطلق في الحياة وشوف. شكون خذاه الدور؟ خذاه توفيق العايب. توفيق العايب، ينجم يكون هو؟ لا جميل لافيه. لا خاطر أنا مثلا توزعت في أدوار قبل وطلع كانوا موزع واحد آخر. لا هي هذا اختيار مخرج معناها. ما تنجمش تقول له مثلا نجم تكون اختيار مخرج وكها وما فماش شخص وراء الحكاية والا فما شخص وانت ينجم يكون اختيار مخرج زاده، ينجم يكون يخاف يقول لك انا مثلا ما يلعبش وما يعطينيش كما يلزم. كنت باش تكون موجود في مسلسلات اخرين زاده كيف كيف وتصير لك نفس الحادث هذا يا الحادثه هي صارت معايا صدفه؟ والله ما نعرفش، هذه ما تنجمش تكون صدفه مثلا ثلاث ولا اربع مرات. اما شو نقول لك معناها توا كان وراها حد ولا ما نعرفش ربي يهديه، خاطر في مسيرتك معناها ذيك تضرك فهمت. وكان معناها صدفه زاد كهو ذاك هو مش كاتب. يتم اقصائك لاسباب ماديه صحيح؟ لا ولا لا، معناها نطلب الحقي معناها كان يمشي نيغوسي. تطلب في برشا فلوس؟ لا مش برشا فلوس، ما تمشيش مع امكانيات الانتاج. لا لا ما ثماش، قبل هذوما صاروا قبل الثوره ساعه وكانت معناها بيجي يتحط على الشيء هذا، وكان ثم وكاله القطاع بالنهوض السمعي البصري معناها كل شيء منظم ما ثماش تفديك. دونك انا وصلت مثلا نهز اخر كونترا خدمت بها، وقداش خدمت؟ معناها سنين باش نزيدوا عليه تريف، معناها مش حاجه كبيره. معناها حق ما نجموش نتيحوا عليه وصلنا له ونزيدوا، خاطر الدنيا يلزمك تمشي مع ظروف الانتاج. ظروف الانتاج انا مثلا عاونت برشا عباد توا بعد الثوره وقت اللي الانتاج تعب على الاخر مثلا. يقول لي هاو البيجي هاو العباد شخدام توافق ولا تفضل كيما مثلا راني يخافوا منك اكثر عليه. ما نساوش شنو عملت كي ما خديتش مستحقاتك في شورب. لا خدمت بعدها. إيه خدمت مع البعض، كنت نجم تخدم شو مع البعض يا اخي عليك الانتاج للغزير في تونس. يخافوا من التعامل معك. سامحني كي تقول لي خدمت مع البعض. خاطرك انت ما معناها ما سكتش معاك. نجم نتكلم. معناتها نقولوا احنا عملت بوليميك كبيره. هي نعمل بوليميك على حقي. اي واعتصام. ما جيتش عملت بوليميك انا على حقي. لا اسمعني اسمعني. ما جيتش عملت بوليميك على حكايه فارغه، على تعاركت انا واكس وكريك. وحكايه فارغين. هذا حق. ومبلغ مهم جدا معناه. صحيح انه الشهرة في وقت من الاوقات خلتك تدخل في متاهات وخلتك تخسر برشا فلوس. اي كيما الناس الكل معناها. في شنو خسرتهم الفلوس؟ في برشا حاجات مثلا ممنوعات؟ اي بون مش ممنوعات، وما ثم فواياجات ثم حكايات ثم فواياجات بالطبيعة نعيشوا كي الناس الكل. انت اليوم معروف ودرشنيه وعندك فلوس، دونك ما نتصورش كان ما تخمش باش تسافر ولا ما تخمش باش تلبس لبسه غاليه ولا باش تسهر ولا عادي معناها. اما فتره وتعديت على روحك. فقط هذا هو، ما فماش حاجات اخرى. شنو حاجات اخرى؟ سلاح. هاني قلت لك. شنو هو اللي حاجات اخرى مثلا؟ ما يصيرش قول كان عندك معلومات. تستهلك يعني حاجات اخرى. والله لا مش استهلاك كيف توا اي ناس ولا اي مبدع كان معناها باش يعمل كاس ولا حاجه، هذيك حاجه عاديه بالنسبه للناس اللي في الدومين هذا وغير حتى الدومين هذا، ناس عاديين في حدود. اي اخي انا ريتني معناها مانيش عارف شنو نعمل مثلا بيع. ماك تجاوزت ياسر معناتها الحدود المعقوله وصرفت برشا فلوس. هذيك 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 اجي نقول لك حاجه، انت توا حكيت حاجه باهيه برشا و من الحاجات مثلا اللي ثم ادوار تنحى وثم ناس نبرت قالوا اللي هو مش منضبط واللي هو درا شنو وما يجيش وقعدات ودرا شنو. مثلا مثلا
ما لكن انا سامحني السي في اللي عملته كان جاي كيما يحكيوا هما هالمده هذه الكل وانا نخدم وموجود في كل عام وبين السينما وبين شبيك يجي مخرج مثلا من برا يختارني تو في 4 ولا 5 اعمال ميموش في حياتك الخاصه انت شنو تنجم تقدم منضبط عندك وقت ترقد فيه تقوم عندك نصك محفوظ جو نتاعك تلعب دنيتك حياتك الخاصة ملوش عليه نحن لهنا نلوجوا على شقيقة ورقيقة مثلا انت هاك لوجت وبتبت حاجات خاصين انا مثلا شكون قال لك نحب نحكي فيها هاك جاوبت اي نجاوبك خاطر تو في حوار اما انت علاش مثلا تلوج عليه علاش تلوج ليش على الحاجات الفنية خاطر كنا محور كامل ريت كيفاش كنا 30 دقيقة في الحاجات الفنية شفت نحن وين لا 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 انت اذا كان ريتنا نحن وين حب ان ما يتعداش سؤال ما يتعداش لا لا خليه يتعدى ما عنديش يتعدى على يتعدى ولا يتعدى ما عنديش يتعدى ما... هاو مالك ما عنديش مشكلة انا نسأل اذا انت ذي حاجة انا نحكي لك انا نحكي لك في نوعية التفكير نتاعنا نحكي لك في نوعية التفكير لا 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 احكي على ناس اخرى انا حوانا تعدي ساعة انترفيو تكون متنوعة هي. فيها هكا وفيها هكا بصفة عامة اي معناها انت إيه نص ساعة عاملة انا محور نحكيو على القعدة اي فهمني 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 نحكي بصفة عامة على نوعية التفكير ما يفكروش ما يغدرولكش انت مثلا عيط لك مخرج باش تلعب الدورة هذاك ما يهموش فيك حياتك الخاصة كيفاش تعيشها نحن لهنا يلوج لك بالك شيء يا ودي بالك شيء شنو معناها انا كي خاف بالك خاف شنو فما حاجات شخصية تأثر على المهنية لا جميل لافي كان جات تأثر وما عملتش انا السنين هذه كله موجود ونخدم الحمد لله برشا نجاحات ما خلتش باهي حكيت على سامي الفهري في تصريحات اخرين حكيت عليها بالخايب لا مش بالخايب ما شكرتوش استهزأت نوعا ما بقدراته رغم انه مسلسلاته كانوا ناجحين مثلا لا. في اخر تصريحاتك في شمسة فيه مع سهيل قلت معناتها ما يعرفش كيفاش يتعامل مع الممثلين وكان يمشي يقرا مسرح خير ما كنتش قاسي مع لا صار ولا تجلب في الانتباه باش يعيط لك لا جميل لافي انا وياه من اصحاب مرات اللي تقابلنا فيهم يتعدوا على السوابع وما قلتش كان ظاهر من تصريحاتك ما كنتش اصحاب اسمعني اسمعني خلينا نكونوا واضحين ونفهموا العباد يتفرجوا فينا ما قلتش يمشي يقرا مسرح الساعه هذه واحده اثنين على طريقه تعامله مع ممثل ريتو انا وقت نصور معه في مسلسل معناها حاجه بالحق تحش شنو عمل؟ معناها الكاركتير وكيفاش يسيح على الممثلين بخلاف يسيح معناها الاسلوب كيفاش يحب نوع نتاع تشليك فهمت مثلا يخلي الممثلين يستناو بساعة ونص وساعتين وناس قاعدين سيرو بلاتو هذا الكل معناه يقلق من بعد يطلب منك الابداع وانت ملوح ساعتين مثلا سيرو بلاتو في نهج مثلا تصور ما يجيش انا ما يعجبنيش هذاك ولكن الحمد لله فما مشكل بينك وبينه اليوم ما عندي حتى مشكلة لا فقط مجرد رأي مجرد رأي يا اخي عيب واحد يعطي رأيه معناها في سامي ولا غير سامي في الفترة الأخيرة كنت باش ترتبط لكن أنت مراد يمكن صار لك مشكل خلاك تقص العلاقة العاطفية هذه بصفة عامة صعيب مع المرأة اكزيجون لا علاش لا شو كيف جاوبني لا بالحق لا مانيش صعيب ولكن ثم ظروف وهذه مكتوبة بريتورا فاشل في الحب والله لا مانيش فاشل عليه علاش فاشل معناها حبيت وتحبيت وكها وكي الناس كل معناها وعملت علاقات باهية علاقة الحب الناجحة تكلل بالزواج لا لا مش بشرط هي عليه انت ظهر لي معناها حبيت وما عرستش اذا فاشلة علاش فاشلة علاش تحسب فيها كيكة هذا مكتوب تنجم انت تحب امرأة ولا يحبك راجل وما تفهمتوش على حاجات وكل شيء يمشي على روحه ماهوش يتسماش فشل الله غالب ما كتبش انكم توصلوا لبعضكم سهلة واليوم فما قصة جديدة؟ إن شاء الله إيه إيه بقدرة ربي علاش لا؟ قلبك ديما مفتوح أرتيست أنا قلبي ديما مفتوح ونحب الحياة ونحب المرأة ونحب كل شيء باهي تحب النساء نحب باهي بيان سور المرأة أمي وأختي وأنتي والناس كلها لا خلينا من أمك وأختك تحية ليهم إي تحية ليهم أمي على راسي هذيك خاطر أمي تحية لا لا نحكيو طبعا المرأة الأولى في حياتي أمي صح نحكيو على عاطفيا عاطفيا عندك شكون قلت لي؟ إيه إن شاء الله فما عرس؟
ان شاء الله يا رب اخر العام هذا يكون ان شاء الله اخر العام ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل نكمل الدويره هكا نعملوا في الفينيسيون تو هكا وننطلقوا في الحياه الزوجيه ننطلق تجربه اللي فتات عليا برشا جوستوم هذاك علاش نسالوا فيك عليها 18 اكتوبر 2013 التاريخ هذا باش شنو يفكرك؟ تاريخ وفاه بابا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه نتصور تاريخ هذا ما تنجمش تنساه ما انا بالطبيعه ما نجمش ننساه واسوأ ذكرى كيفاش تقبلت؟ والله حاجه ما تتوصفش خاطر اللحظه هذيك وقت اللي جاني تليفون وانا في وقت قاعدين نحضروا في حاجه جديده معناها ما من البلاصه اللي انا قاعد فيها وقتها للدار ما نتذكرش شنو عملت كيفاش روحت خاطر انا وبابا معناها مع الاولاد كل مع اخواتي كل كان راجل باهي برشا معناها مازال مأثر فيك فقدان والدك لليوم بالطبيعه لليوم نتذكر ساعات الحقيقه نبكي معناها ما يتعوضش ما يتعوضش الله يرحمه الله يرحمه نعم شكرا على صراحتك نرجع لديكورنا العادي عايشك